السلام عليكم. اسم الله السلام. قال تعالى: الملك القدوس السلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من صلاته يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اسم الله السلام يحمل معنيين: الأول أنه ذو السلامة، أي البراءة من العيوب والنقائص أسماء وأفعال، والثاني أن العباد سلموا من ظلمه، فإنه سبحانه قد حرم الظلم على نفسه. ومن معاني كلمة السلام: السلامة أي النجاة من كل ما يحذر المرء. من معاني السلام التحية، قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. والسلام عليكم أي نزلت بركة اسم الله ورحمته عليكم. ويمكن أن يكون معناه الدعاء بالسلامة والبراءة والعافية من جميع الشرور. من معاني السلام الإسلام، قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من معاني السلام الثناء. ومن معاني السلام أيضا الخير والكلام الطيب الحسن. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دار السلام أي الجنة. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقد تأتي كلمة السلام أي الذي سلم عباده المؤمنين من عقابه في الدنيا وفي الآخرة. من فوائد اسم الله السلام أنه اسم من أسماء الخالق العظيم عز وجل، الذي جعله الله تحية آدم وأبنائه إلى قيام الساعة، وتحية أهل الجنة، وأمرنا نحن المسلمين بنشره بين عباد الله، بأن جعله تحية بينهم لما فيه من معاني الرحمة والخير. لذلك سلم الله على أنبيائه الكرام بهذا الاسم العظيم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: وسلام على المرسلين. ورد اسم الله السلام في القرآن مرة واحدة: وسلام عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله أيامكم، في أمان الله.